الأرصاد الجوية بتقول لنا إيه عن الطقس اليوم. النهارده هنشهد انخفاض في درجات الحرارة، هيسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. هيكون كمان مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. كمان النهاردة طبعا هينتهي شهر أمشير، وده الشهر المعروف عنه أو يعني أكتر شهر في السنة بيبقى فيه تقلبات جوية وبيبقى فيه رياح وبيبقى فيه عواصف وكده يعني، وهو بالتأكيد الشهر طبعا السادس من التقويم المصري القديم، وبيشتهر بشكل كبير جدا بالرياح وبرودة الجو، وطبعا اسمه مشتق من يعني رمز للرياح اللي هو مجير لدى قدماء المصريين. خلينا نشوف سريعا بيان بدرجات الحرارة.